القواعد الأربعة. سلور قواعد. القاعدة الأولى. أول قاعدة. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم بعث فيهم. كان لديهم شيء من العبادات لله وشيء من العبادات لغير الله. ده قوي سر زين عبادات ده الله ده باره وزين ده الله نبغيره. فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نهرها قتات ذي عبادتنا لك شيهم ده الله نبغير بل جات واروا ده أخذ كفاره سر موافقتهم. لابد أن العبادات تكون لله سبحانه وتعالى. لازم خبرت عبادات صرف صرف ده الله رب العالمين نباري. نعم لا يعبد إلا الله. ده الله نبغير ما ده بل جات عبادتنا كيجي. القاعدة الثانية. دوام قاعدة. أن الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث شيوخ. منهم من كان يقول أنا لا أريد من هؤلاء سواء كان المعبودات من دون الله لا أريد منهم إلا القربة والشفاعة يقربون إلى الله يشفعوا لي عند الله. فأغيك زيني خلق داسي وشعقوي بويلة شمون دغي خلقنا سنة وارو بس صرف تديد فارة شمون الله تنجديكي الله قربت بدي ما نحاسل كل من سفارش الله توكي. فكل من يقول هذا الكلام يلتجئ إلى الأموات يلتجئ إلى الصالحين ويطلب منهم القربة والشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشرك الأكبر وقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. نهر ها غسوك شي داسي خبري كي أو داسي كار كي يا زيد قبروننا يا صالحين ونيكانونا شاقوي بدي ما نقادر ندي شهد سفارشو كي الله رب العالمين بنزبان الله تنجديكي نضيب الشك هذا كفار سرزان مشابه كله. كيف تذهب إلى أصحاب القبور؟ سنجد قبرنا ولا ولزي. التجئ إلى الله سبحانه وتعالى. الله رب العالمين ترجوك. لا يوجد بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده واسطة. ده الله وده بندقان ومزك واسطة نشتذي. هذا قد يكون عند بعض الرؤساء عند بعض الملوك. ده سفارشنا كيدش زي رئيسان وده باتشاهان وبمزكوي. لكن عند الله سبحانه وتعالى كل من يريد أن يتقرب إلى الله يلتجئ إلى الله مباشرة. لكن ده الله رب العالمين بالنسبة عندك سوق غاري الله تزان نجديك دارك ده الله رب العالمين تدعاوك والله تيرجوك. القاعدة الثالثة. دريمة قاعدة. بعض الناس يظن أن الشرك فقط في عبادة الأصنام. زيني خلق ده قمان كيش الشرك صرف ده 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 بوتان عبادتوك. أما عبادة الأحجار أو يا ذا كانوا عبادته عبادة الملائكة عليهم السلام أو يا ذا ملائكة عبادته عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يا ذا أنبياء ورسلان عبادته يقول هذا ليس بشرك وإذا شرك نذي سبحان الله سبحان الله الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة أن الله سبحانه وتعالى كفر من يعبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر والملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الله رب العالمين قرآن كهم ذكر كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لي جهرها غشاش إذا الله نبى غير دس بوجمي دنور دستورو دصحابه درسولانه دهرجة عبادته كافر شو لم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك والشرك الله رب العالمين ده الشرك والشرك بمعنى كفرق نذكره أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك بجميع أنواعه الله رب العالمين ده خبل عبادته حكم كذا ده والشرك سمر أقسام يطولن منا كذا القاعدة الرابعة والأخيرة سنورما وأخيري قاعدة الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفار جاءوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لديهم شرك في السراء عند النعم يشركون داغوي سر الشرك دا توجد خش علي بوخك بالشركه وعند الشدة وعند الضراء يخلصون لأنهم يعلموا أنهم لا يخلصهم مما نزل بهم إلا الله سبحانه وتعالى أو تكلا بالسختية وتنقى راغ لأنه بابا الله رب العالمين تعجزيك ولا ذكا فديك وإذا تدى الله نبغير بلسك من دي مصيبتنا ليش إخلاص ولا وأهل الشرك في زمان نسأل العافية والسلامة شركهم دائم في السراء وفي الضراء او زمان دي زماني مشركين چي ده غوي شرك هر وقت كده بخوش عليك هم مشركين دي او بخفقان او سختيك هم مشركين فنقول لهؤلاء توبوا الى الله نمون دي خلقوا دواي شاء الله تتوبوا وباسي اشركتم بشرك لم يأتي به الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام داسي وقسم دا الشرك تاسو وقا چه آغا وقت كفار هم دانو كده هذا فيه التحذير لهؤلاء من الشرك بديك إذا هاي خلقه ده بارا خبرداره أو يرى وركول دي شيء شرط نلريشي. فلا يمكن أن تصرف العبادة إلا لله. دا ممكن أن نذات عبادات بل ده الله نبغير بل جاتوشي بغير صرف الله تبع عبادات. الشفاعة حق لله.
شفاعت دا الله حق دي لا يطلب القرب إلا من الله نزدواري بدأ الله بغير بلچانا نغوري لا يمكن أن نحصر الشرك فقط في عبادة الأصنام دا نشك إذا لاتي الشرك صرف دبوتان عبادتك فوري خاصكو يعبد الله ولا يعبد أحد مع الله دا الله عبادت بكي دور بده هجة عبادتنك نفتقر إلى الله في السراء وفي الضراء الله رب العالمين توفقيري أو عجزيك أو بخشالي أو خبقان بهرزك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك الله ندا دعاك وجمعنا وتوسع الشرك نوساتي وأن يختم لنا بالتوحيد أو آخري خاتم من بالتوحيد بانديك والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى وصحبه وسلم والله أعلم وصلى الله على النبي محمد